وأخيرا ليس لي غير الوداع، همسة ضمأة على جمر الكياع. وأخيرا ليس لي غير الوداع، همسة ضمأة على جمر الكياع. لم أجد يا حلو في كل البقاع، لم أجد يا حلو في كل البقاع. لوعة أعناف من وقت الوداع فوداعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم، رجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. بصراحة أنا تأخرت في حلقتي عن كريم الأحمدي لأنه والله ماني عارف إيش أقول، ماني عارف إيش أتكلم، في نفس الوقت متضايقة. في ناس بدل ما تشكر اللاعب على كل مجهوداته أو الأربع سنوات اللي قضاها في نادي الاتحاد، لا يطلعوا لك ناس ناكرين جميل، اللي يقول لك منتهي، اللي يقول لك والله ما قدم شيء مع فريق الاتحاد. إذا هو منتهي فهو منتهي بسبب إصابة، بسبب الإبر اللي بياخدها عشان يستمر ويلعب مع فريق الاتحاد. اللاعب يعتبر استمراره مع فريق الاتحاد وهو يعاني مع فريق الاتحاد واستمر، فإصابته صارت بالغة مستعصية لازم يتعالج. كان بياخد إبر ويلعب ويشتغل على نفسه وتمارين، ما كان مقصر مع فريق الاتحاد. انت اللي منتهي اخلاقا ايا كان. اللي يقولوا ما قدم اي بطولات مع فريق الاتحاد مرة حلوين، ما قدم بطولات مع فريق الاتحاد ولكن عمره ما تذمر ولا زعل ولا اشتكى ولا طلب مستحقاته. حتى والفريق دروب لعب كريم الأحمد وقدم أحسن ما عنده. كريم الأحمد عمرنا ما شفناه غاب عن المباريات اللي داخل كرت أو طرد. والناس اللي بتتكلم تقول والله كريم الأحمد وكريم الأحمد، وناس تحب الفلسفة، لما نغيب يقولوا من هيمسك مكان كريم، متناقضين مريضين نفسيا. أنا أشكر اللاعب حتى لو ترك فريق الاتحاد، كريم الأحمدي مايسترو الاتحاد، كريم الأحمدي المقاتل، كريم الأحمدي نموذج نادر من اللاعبين كريمي الأخلاق واللعب والقيادة والاحترام، وفرض نفسه على جميع الجماهير. كريم الأحمدي قائد، انتوا فكرتم من القائد بعد كريم الأحمدي؟ دائما في الملعب أكثر الأوقات أو المباريات مبتسم، عمره ما تدمر. أنا آخر مباراة لفريق الاتحاد لما طاح كريم الأحمد طاح قلبي معه، قلت خلاص بما إنه طاح خلاص من وحده، يعني خلاص مو قادر، الإصابة عنده تفاقمت صارت مستعصية. حتى المدرب باين من ملامح وجهه الضايق، حس انه خسر كريم الأحمدي. شوف الاسم
كريم الأحمدي، كريم الأخلاق والنبل والاحترام، عمره ما قصر مع فريق الاتحاد. تيجي أنت تفتح الجحيرة وتقول منتهي وما قدم بطولات، أنت إيش قدمت للاتحاد غير إنك تنتقد وتختار؟ يا ده يا ده عيب. احنا عارفين إنه كريم كبير في السن، ولكن هو مو على العمر. في عندك لاعبين صغار يقول لك ما أتمرن حتى تديني مستحقاتي، يكذب، خلي مدير أعماله يلف يدور بالناتي. لكن كريم لا، عمركم شفتوا كريم أو سمعت إنه رفع قضية أو عمل شوشرة في غرفة الملابس عشان ما استلم مستحقاته؟ حابب يلفت الأنظار عليه إنه أنا متضايق؟ بالعكس، اللاعبين بياخدوا الصبر والاحترام والتقدير من أسلوب كريم الأحمدي. كريم في كل شيء، شخص أو لاعب، كريم في كل شيء. كريم في اللحظات الجميلة في المباريات، كريم في الوفاء للفريق، كريم في كل ثانية بيعطيها من مجهود مع اللاعبين. سنوات وكريم بيجازف مع فريق الاتحاد. أتمنى من كل قلبي إنه إدارة الاتحاد لا تفرط في كريم. ممكن يكون مساعد مدرب، ممكن يكون مساعد إداري، ممكن يكون أيا كان، بس لا يفرطوا في كريم الأحمدي بجد، ممكن يستفيدوا منه. يعني انت مستوعب يا اتحادي انك هتشوف فريق الاتحاد من غير كريم الاحمدي؟ دحين يجوك الفلسفة يقولوا لك ما توقف على لاعب، والله عرفنا دي الكلمة وحفظناها، بس لما يكون عندك واحد لاعب بجودة كريم الاحمدي وبتعتمد عليه في خط الوسط وبتشوفه في كل مباريات، فجأة مو موجود. ما في لاعبين كتيرين قلتوا ما توقف عليهم ولكن زعلنا منهم، فيلانوفيا، منهم رودريغيز، لاعبين كتير كنا نقدر نستفيد من خدماتهم، كنا حابين يفضلوا. هدول اللاعبين نادرين. ليش نادرين؟ لأن عندهم قيمة في اللعب وقيمة في الأخلاق، وهذا شيء نادر في أي لاعب. أنا عن نفسي بندري شاهين، لو فزنا إن شاء الله بالدوري وكان من نصيبنا، فأنا أهدي الدوري لكريم الأحمدي. كريم الأحمدي طلب من إدارة الاتحاد تدور عن بديل، لأنه حس أنه خلاص عاجز ما هيقدر، وطلب أو كلف مدير أعماله أنه يبحث مع فريق الاتحاد أو الإدارة عن بديل. كريم الأحمدي فسق عقده بالتراطي لأنه مو قادر يكمل، تعب. هذا الشخص إيش تقوله؟ شكرا قليل. بجد كلمة شكرا قليل في حق كريم الأحمدي، لاعب ذو قيمة وجودة عالية، أفضل لاعب في الأندية في الافتكاك، بيساعد الدفاع، بيدعم الأظهرة، بيشتت الخصم، سريع، محافظ على نفسه. عمركم سمعتوا كريم الأحمدي أتمرد في تمارين أو غلط على إدارة أو على مدرب أو على لاعب، نقول مثلا في غرفة الملابس؟ بالعكس، إنسان أو لاعب جدا هادي، هدوء جميل قاعد يتوزع على الفريق في المباراة، خارج المباراة، في غرفة الملابس، في النادي،
أنا ما أنسى منظر المدرب لما شاف كريم الأحمدي، كان مرة زعلان. هذا اللاعب أنت ما تزعل عليه، والله كلمة شكرا قليلة في كريم الأحمدي. بجد أتكلم وأنا زعلانة ومتضايقة، وماني مستوعب أنه الاتحاد من غير كريم الأحمدي ما يكون في التشكيلة. شيء صعب، أنا متأكدة لو كريم الأحمدي ما انصاب وطلع من فريق الاتحاد راح تلاقي أي نادي ياخد كريم بالمبلغ اللي كريم يطلبه، لأنه لاعب ما يتعوض. الفترة اللي كريم الأحمدي راح يتعالج فيها هي فترة انتهاء عقده مع الاتحاد، عشان كده هيمشي. وإدارة الاتحاد بادرت بطريقة جميلة وحلوة إنها متكلفة أو مكلفة بعلاج كريم الأحمدي، يستاهل. المفروض كريم الأحمدي يكون لي حفلة تكريم، ما نقول اعتزال، الله أعلم إيش هيكون في حياته الخاصة أو العام أو إيش هيصير، ولكن تكريم لي، يستاهل كريم الأحمدي. أتمنى تكون في أول مباراة لينا بعد الرجوع من التوقف، الجماهير مع تنسيق مع إدارة الاتحاد يعملوا تكريم في المدرجات بأغنية، بجائزة، أي شيء يليق بكريم الأحمدي. أنا أتوقع أنها فكرة حلوة عشان يشوفوا قد إيش حبنا ليه، قد إيش إحنا متمسكين فيه، ولكن ما نقدر نضغط عليه أكتر من كده. هل إصابته ممكن تخليه يقدر يكمل في فريق تاني، أو أن يعتزل وخلاص يفضل نفسه ويعيش حياته؟ شكرا كريم الأحمدي على كل حاجة قدمتها لفريق الاتحاد، شكرا ليك من القلب، من كل جمهور، من كل محب لكريم الأحمدي، من أصغرهم لأكبرهم. أتمنى محبتنا ورسالتنا ودعمنا ووقوفنا يوصل لكريم الأحمدي. يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم.